جوالك وسناسيل، اي كان بتواجد فيها حوالي 45,000 نسمه. هي الناس اضطرت تطلع تحت القصف بسبب الحمله العسكريه اللي قام فيها النظام مدعوم بالطائرات الروسيه. اضطرت تطلع هي الناس بدون اي شيء، حتى طلعت بثيابها، يعني ما قدرت تطالع اي غرض من اغراض البيت بسبب القصف الشديد. سكنت بهذا المكان، هو عباره عن متجنه، مداجن قديمه غير معده للسكن. قعدت فيها الناس، قاعده هون باماكن ما فيها شبابيك، ما فيها ابواب، ما فيها مي، ما فيها كهرباء، ما فيها شيء ابدا. الناس هون مقطوعه من كل شيء، مقطوعه من الخبز، من الغاز، من الكهرباء. طبعا المنظمات الدوليه مستحيل ان تحسن توصل لمنطقه الريف الشمالي، لانه الريف الشمالي هو منطقه محاصره من اكثر من 4 سنين. طبعا هي الناس اللي طلعت من نزوح، من حصار الى حصار، يعني نزوح داخل الحصار. هذا الامر زاد المأساة، ما حدا مقدم شيء للناس هاي. فنحن بنناشد المنظمات الدولية، بنناشد كل الناس انه تنظر بعين الرأفة لهالناس هي اللي طلعت. في بالريف الشمالي اكثر من 350,000 نسمة هلا هن تحت رحمة قوات النظام. في حال لا سمح الله قدرت قوات النظام انه تفوت على المنطقة، رح يصير في إبادة جماعية.